أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة استمرار عملية تسلم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بنظام الذمة المالية تعزيزا لنزاهة مسؤولي الدولة وتفاديا لعقوبات التأخير بتقديم الإقرار. وأشارت على ضرورة معرفة تاريخ تحديث الإقرار وتحميل نماذج تسجيل البيانات وإقرار الذمة المالية عبر موقع الهيئة الإلكتروني واستكمال تعبئتها شخصيا وتقديمها في المواعيد المحددة.